يلا ركنية أخرى لصالح المنتخب الجزائري. الجمهور يطالب بضربة جزاء. أكيد يعني كانت في مقابلة مثل هذه هي البداية هي المهمة جدا، وبالتالي ضربة جزاء في هذا الوقت بالذات تخلط أوراق للمدرب جيرات، خاصة الإعادة كان المسألة يعني واضحة في هذه المباراة الكبيرة. يبدأ إن شاء الله ستكون جنونية ومثيرة، كل شيء جميل. هاي الإعادة تفيق، هاي الإعادة تفيق، الثقة واضحة، الثقة واضحة للاعبين. لا كانت يعني كانت منتظرة ثقة واضحة لأن اللاعبين كلهم في أتم استعداد بالنسبة لهذه المقابلة. لهذا قلت لك يا كريم أن غياب مقرة حتى خروج زياني في الدقائق الأخيرة من الدقائق قبل بداية المقابلة لا يؤثر على اللاعبين لأن كل لاعب راه جاهز في هذه المقابلة.